خصني على ثلاثة ديال الناس ما تديرش في زبور تمهم الثقة. هذوك اللي ما كيضربوش الطاسة، والاخرين اللي ما عندهمش مع العيالات، واللي ما كيتصمتوش لأم كلتهم. انت كتسمع لأم كلتهم؟ ها انت رويكا؟ الله ردي الشفا. دابا انا وليت كنبان لك بحال شي دعج قدامك، حمار ما فاهم الطخريه تيهضر معاك. من جاتك 1200 درهم؟ كناوي ندوز نشوفك كوميسير. كناوي ندوز يشوفني. هذيك الهضره فتي قلتيها لنا شحال هادي اللي كنتي معنا في ليكيب، وسخن على زبرت من مك راسك وخرجتي وعاود رديناك وبقى في دين مك الفيس. حيت النوع ديال ديك المنتوما انا تنعرفو مزيان، كتبغيو ديرو شي حوايج من راسكم. عمر الحمار يكون عاود ديال الكورس، انا اللي مخلي ديال امك دير داك الشيء. ويجي كتبان ديال امك بحال شي كلب صب عليه شتا. هاك عطي لديك القحيبه ديال صاحبتك تبدل داك المكياج ديالها. واش هذيك باقا كتبان عندها 17 عام؟ ماشي بداك تخربي ديال جوج دريال باغي تاكل بهم لونغوست. ودير بالك انا حاضيك. شو الحالة؟ انت بوليس انت؟ عرق تصل تمك. حتى انا فتعاقبوني وحطوني قدام واحد البيرو مقود في واحد لاماشين بدات تكتب زبور تما حرف. ولكن انا صبرت وخدمت راجل عمري ما خدمت سولو، حيت هاد الخدمه ديال البوليس عندنا خصك يكونوا عندك داك الشيء ديال النحاس.